وانطفأت الأضواء. هذه هي الصورة التي يسعى المخربون أن يرسموها في سوريا منذ بداية الأزمة وحتى الآن. منذ ما يقارب 23 شهراً لم تتوقف الأوامر الخارجية يوماً واحداً عن التخطيط الممنهج لدفع المرتزقة لتخريب كافة القطاعات الحكومية في سوريا وتدمير البنى التحتية وخطف وقتل الكوادر البشرية، ظناً منهم أنه بتلك الاعتداءات ستنتهي الدولة السورية. ومن ذلك المخطط بدأ الضغط على الشعب السوري الصامد من خلال ضرب ميزانية الدولة بخسائر تشمل القطاعات كافة. أكثر القطاعات التي تعرضت لاعتداءات المجموعات الإرهابية المسلحة هو قطاع الكهرباء الذي خلف خسائر مالية واقتصادية كبيرة وترك آثاراً اجتماعية وإنسانية على الشعب السوري. سعت الولايات المتحدة وحلفاؤها من خلالها لخلق فجوة بين الشعب والحكومة، لكنها لم تتم رغم كل الجهود السلبية. ومن هنا مشاهدينا نظهر لكم الحقائق والشواهد على حجم التدمير الذي خلفته المجموعات الإرهابية منذ بداية الأزمة وحتى الآن ضمن المنظومة الكهربائية في سوريا. إن الاعتداء المتكرر على المنظومة الكهربائية في كافة المناطق خلف أضراراً مباشرة وغير مباشرة، شملت الاعتداءات على العاملين في قطاع الكهرباء من خلال مهاجمتهم في مقرات عملهم الإدارية ومحطات التحويل والتوليد وفي الطرقات المؤدية إلى مواقع العمل، بالإضافة إلى ترهيبهم واختطافهم، حيث بلغ عدد شهداء القطاع الكهربائي منذ بدء الأزمة وحتى نهاية العام 2012 81 شهيداً، وبلغ عدد المخطوفين 29 شخصاً، وبلغ عدد المصابين 157، كما تم الاعتداء على عمال الطوارئ بشكل إرهابي، وما زال العدد مستمراً مع تكثيف العمليات التخريبية والإرهابية في قطاع الكهرباء. ولم يتوقف الإجرام والعدوان من قبل المجموعات الإرهابية على قتل وخطف وإصابة العديد ممن يعملون في القطاع الكهربائي، وإنما طالت يد الدمى المتحركة التخريبية محطات التوليد ومحطات التحويل وخطوط التوزيع ومراكز التحويل المغذية للمنازل، بالإضافة إلى مهاجمتهم صهاريج نقل الوقود والزيوت لمحطات التوليد، بالإضافة إلى تدمير وإتلاف مئات الكيلومترات
المستهلكات من نواقل وكابلات نقل القدرة ومحولات الاستطاعة والتوزيع وأبنية المحطات ومراكز التحويل، مما تسبب بانخفاض مستوى الوثوقية وقطع التغذية عن جميع المناطق لفترات طويلة استمرت في بعض الأحيان لأسابيع. وشمل التخريب أيضاً سرقة العديد من الآليات الهندسية من روافع وسيارات فحص الأعطال والسيارات الشاحنة وسيارات نقل العاملين الجماعية والفردية، حيث بلغت قيمة الأضرار المباشرة منذ بداية الأزمة وحتى نهاية العام 2012 نحو 15 مليار ليرة سورية، وطبعاً ما زالت الاعتداءات مستمرة حتى الآن. وكما ذكرنا فإن تلك الأضرار المباشرة خلفت وراءها الكثير من الضغط على الشعب السوري، باعتبار أن الكهرباء كالهواء بالنسبة لكل منزل في سوريا. أما بالنسبة للأضرار غير المباشرة فقد اعتمدت على العقوبات الاقتصادية التي أدت إلى توقف العلاقات المصرفية مع البنوك العالمية وامتناع مؤسسات التأمين عن التعامل مع المؤسسات السورية، كما أدت إلى إحجام الشركات الأجنبية عن تقديم عروض أو التعاقد للأسباب المتعلقة بالقوة القاهرة، مما أثر على تنفيذ مشاريع محطات التوليد. وقد قدرت الأضرار على الاقتصاد الوطني والناجمة عن قطع الكهرباء بسبب العمليات التخريبية بنحو 218 مليار ليرة سورية حتى نهاية العام 2012. إن الاعتداء المستمر على مكونات المنظومة الكهربائية من محطات توليد وخطوط نقل وتوزيع وتفجير السكك الحديدية التي تنقل عبرها مادة الفيول إلى محطات توليد الطاقة يؤكد على استهدافهم لأسس التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكل مكونات الدولة السورية وأبنائها. سوريا الدولة والشعب ما زالت تكشف ما حيك لها من مخططات تخريبية خارجية دفعت بالمرتزقة والإرهابيين لقتل التاريخ والحضارة. فدعونا يدا بيد نبني سوريا الغد، ولنحافظ على ما يجمعنا بقلب واحد، حفاظا على سوريا الأم والإنسان والتاريخ والحضارة.